أكيد ما ننسى مواقفه المشرفة دائما كانت ودفاعه عن الحشد الشعبي المقدس، كان دعمه معنوي ودعمه بكلامه بشعره بكتاباته ودفاعه عنه كان بصورة كبيرة جدا، وهذا شرف طبعا أكيد إلنا أنه كان مدافع عن الحشد بصورة كبيرة جدا، وكان داعم إلهم بكلماته وشعره وكتاباته ودعمه المعنوي. خلينا نشوف هذا المقطع وياكم. بضميركم بذمتكم بالثدي رضعتوا، لا حد ينسى الحج، لا يغيرونكم بضميركم، خصوصا المدينة، كنت يل كل قطاع، كنت يل بالمدينة شايل صورة الشهيد. معقولة دول راحوا غلط؟ معقولة ما مؤمنين بمذهبهم؟ واسمع الأيام، اسمع الناس تطعن بالحشد، الله أكبر. لا تعطون مجال المتصيدين بالماء العكر، اسمعوهم بالفيس، البسوهم، هينوهم، اطوا دم حتى ما حد يعبر لكم. ترملت نسوان، شو تقول للأرملة بالمدينة وغير المدينة؟ شو تقول للأرامل بالعمارة وبالناصرية بالديوانية؟ شو تقول لهم؟ شو تقول لهم؟